هلا والله فيكم، انا ليث ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم يا جماعه راح نلعب لعبه ماينكرافت، واليوم راح نبدا في سلسله ليث كرافت الموسم الاول. فان شاء الله بهاي السلسله نحاول نختم اللعبه ونعمل فيها كثير شغلات. فاليوم راح تكون الحلقه الاولى ومشاهده ممتعه للجميع. فبسم الله مباشره خلينا نجمع لنا خشب، يعني بدون ما نطول عليكم راح نجمع لنا اول حبه خشب يعني بالعالم، وهاي راح نجمع الحبة الثانية مباشرة. يلا بسم الله تمام، ونبلش هسه نجمع الحبة الثالثة من الخشب ونجمع الحبة الرابعة، يعني راح يكون يعني أربع أول خشبات بالعالم بحياتي بجمعهن. فعلشان هسه لازم نجمع الخشبات هدول ونعمل لنا باقي الشغلات زي الكرافتنج تيبل، ومن خلال الكرافتنج تيبل هاي راح نعمل منها أدوات. فمباشرة نحط هنا الكرافتنج، نحط هنا الخشب ونعمل منه تحليل خشب بصير خشب محلل. وهسه بنعمل كرافتنج تيبل، نحط كرافتنج تيبل ها مباشرة. هسه بنعملنا شوية ستيكات، بعدين نعملنا هنا بكاكس خشبي عشان من وراه نكسر ستون، بس نكسر ستون بصير كابل ستون. فمباشرة راح نبلش نكسر لتحت. يلا يا ليث بلش كسر، فيش معانا وقت، لازم هسه نجمع لنا شوية ستون. يلا يا ليث بلش كسر. اوكي اول حبة، الثانية، الثالثة، هيك انجاز بصباح. يلا مباشرة اطلع عند الكرافتنج تيبل، اعمل لنا هسه بكاكس حجري. يلا بسرعة، هيك صار بكاكس حجري بدل الخشبي. وخلينا نكمل تجميع باقي الشغلات. تمام يلا نجمع لنا هسه كابل ستون عشان نعمل لنا باقي الادوات الحجرية، ونحاول نعمل لنا فرن او فرنين على طريقنا. فبسم الله هيك مجمعين، صرنا 10 11 12، لازم نجمع لنا اقل اشي نص ستاك اللي هو 32 حبة، لأنه 32 حبة راح نستفيد منها بشكل كبير. فقربنا نوصل لعدد ال 30. اوكي هسه احنا بال 25. يلا بسم الله، يلا ما ضل اشي على النص ستاك. يلا كويس كويس، 30 31 32، هيك خلصنا من هذا المكان. وهسه خلينا نطلع ونعمل لنا الأدوات الحجرية تبعتنا. يلا كويس، هيك نعمل لنا هسه أول شي نعمل لنا هيك شفل نقدر نستفيد منه، نحطه هنا. ونعمل لنا هسه سيف، ونحط السيف هنا، ونعمل لنا هسه اكس. يلا بسم الله نحط الاكس هيك، وهيك عملنا اكس حجري. وخلينا عملنا زي ما قلنا فرن بالمره نقدر نستفيد منه، هيك فرنين كويس. خلينا نحط هنا فرن، وليش ما عملش الفرن الثاني؟ شكله لازم اضغط مرتين. يلا نحط هنا كمان مره فرن، وهيك عملنا فرنين كويس. هسه نكسرنا الكرافتنج تيبل، كاني لمحت دجاج من اول ما بلشت الحلقه الأولى. فهنشوف وين الدجاج وين راح، لأنه الدجاج راح يكون مصدر أكلي، ولو لقينا خرفان بيكون الموضوع جدا حلو. بس هسه خلينا ناخذ لنا شوية خشب على طريقي. أوه في هناك كأني لمحت شوية فحم كويس، يعني الفحم جدا راح يفيدنا. يلا يلا بسم الله، بسرعة بسرعة نجمع شوية خشب عشان هسه نجمع لنا أكل ونجمع لنا موارد أساسية في اللعبة. تمام كويس، هيك كويس. خلينا برضه نجمع لنا الخشب اللي هنا. يلا يلا يا ليث فيش وقت نضيعه، لانه الليل بيجي بسرعه. لاحظت انه بهاي النسخه اللي بلعب فيها. فبسم الله كويس كويس، هيك يلا 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 بسرعه بسرعه، فيش وقت لانه الليل راح يجي. عارف انه اليوم بيجي 10 دقائق ماينكرافت، ولكن انه غريب النسخه اللي انا فيها الليل بيجي بسرعه. تمام او في هناك شويه فحم راح اطلع عشان اخذهن. تمام كويس، تعال نيجي اول شيء تحتيهن. نحط لنا هنا 8 بلوكات الدبت هذولا، ومباشرة خلينا نطلع. وهي جعت بسرعة لأنه صعوبة العالم حطيتها صعوبة، يعني صعوبة شوي للمحترفين. تمام أوه هي هالبكة والله شوي يعني وضع بتعب. تمام خلينا ناخذ هسه البلوكة تبعتنا هاي تبعت الفحم، بس واحدة. أوه كويس والله في كمان غيرها، يلا لعلها بلوكة خير علينا، يعني نلاقي فيها كثير شغلات يعني من الفحم، يعني نلاقي كمية محترمة عشان نقدر نستفيد منها لكم من حلقة. تمام يلا كويس، يلا بسرعة نجمع الفحم اللي هنا. يلا نجمع الفحم، والله كويس في كمية مش طبيعية من الفحم، صرنا مجمعين 11 حبة 12 حبة كويس. لو تكون نص ستاك والله بكون جدا حلو الموضوع. يلا يا رب تكون نص ستاك، لأنها جدا راح تفيدنا الحبكة هاي. يا رب هيك، لو طلع لنا وراها برضه ايرون بكون يعني اشي مش طبيعي بصراحة. يا رب يطلع لنا ايرون ورا هاي، ما طلعناش ايرون، شكله خلص لهونا وخلص مش راح تعطينا بعد هيك. فخلينا نشوف، اوه في هناك شوية شجر برضه، خلينا نكسر لنا هنا شوية خشب، الخشب مهم لأنه الخشب راح يساعدنا كثير. تمام هيك لازم نجمع برضه نص ستاك خشب، لأنه لازم نجمع من كل شيء نص ستاك
لانه احنا هيك راح نستفيد اكثر واكثر. بس لو نلاقي خرفان علشان نقدر نجمع لنا شوية صوف ولحم منهم، وعشان نقدر ناكل، علشان نقدر نعمل سرير وننام بالليل. تمام، هيك هاي الخشبة كسرناها، ضلنا خشبة واحدة. تمام، الله لازم اطلع من المي، المي صعبة تخرب علي. تمام، نكسر هاي الشجرة كاملة عشان نقدر نستفيد منها بشكل كبير. تمام، هيك عملنا لنا كمية محترمة. خلينا ناخذ وردة، او بنقدر نعمل منها صبغة صح؟ اه مكتوب فوق نقدر نعمل منها صبغة، فتح لنا شوية شغلات يعني نقدر نعمل فيها. يا اخي سامع صوت بقر بس مش عارف وين، خلينا ندور لنا بل تلقيت يعني. شوف شو في هون، يا رب يطلع لنا بقر، يطلع لنا اشي نقدر نستفيد منه. طب حيوانات، اي نوع حيوانات نقدر نستفيد منه؟ اوه في بقر هنا، كويس كويس كويس، البقرة راح يفيدني ويسد شوي من الجوع. يلا يلا، هيك قتلنا البقرة هاي الأولى، والبقرة الثانية هاي قتلنا هاي البقرة الثانية، وحنبلش بالبقرة. أوه الخرفان بس بنو بقرة، البقرة الثالثة. أوكي عمي البقرة هاي موتي الثالثة، يلا البقرة الرابعة مباشرة. ايش عندنا؟ مزح، كويس قتلنا البقرة الرابعة، وحنبلش هسه بالخرفان. كويس قتلنا أول خروف يعني، أخذنا هيك أول صوفة مباشرة، النط ونقتل الثاني الخروف، نقتل الثالث خروف. هيك قتلنا الثلاث خرفان، وكنا ناخذ هاي الوردة شوف شو نقدر نعمل فيها. اوه بنقدر نعمل فيها زي اللي قبلها صبغات، كأني سمعت صوت بقرة بس في هناك خروف، يعني مش راح نترك ولا خروف في المنطقة. يلا اموت، هيك خلصنا من هذا الخروف. تمام، نيجي نعمل لنا هسه بسرعة، وين الكرافتنج تيبل تبعتنا؟ هيها نحطها هنا، نعمل لنا سبير مباشرة، مش لازم نضيع الوقت تبعنا. تمام، نعمل السبيب نحطه تحت، عندنا فرنين مباشرة، نحط الفرنين هان جنب الكرافتنج تيبل، نحط لنا هنا شوية فحم، ونحط لنا هنا برضه شوية فحم، نشوي لنا هنا اللحم، ونشوي لنا هنا برضه اللحم، وهيك راح نكون مجمعين كثير شغلات، وهذا سبيب يعني نقدر نحطه وننام عليه، فهيك بكون وضعنا. تمام، خلينا نجمع لنا شوية شغلات هيك لعند ما الأكل يستوي، جمع لنا مثلا هاي الشجرة هيك تضيع وقت. تمام، يلا 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 بسرعة بسرعة، لازم نضيع وقت يعني هيك بالشغلات هاي. تمام، هسا لازم نجمع لنا شوية سيد من الأرض. كويس كويس، أي سيد أي سيد هيك بدور من الأرض عشان نقدر نزرع بالمستقبل، أو نربي مزرعة دجاج، أو نزرع لنا قمح. يلا كويس، هي جمعنا أول حبة. يلا كويس كويس، أي شيء، حبتين هيك، ثالث حبة، رابع حبة، كويس نضيع وقتنا. أوه في هنا لحمة. تمام، يلا بسرعة بسرعة، خامس حبة، سادس حبة، يلا بسرعة عليك، ضيع وقتك في هيك مواضيع حلوة. بسرعة بسرعة بسرعة، نجمع هاي الوردة شو نقدر نعمل فيها، نقدر نعمل فيها برضه صبغة. كويس، بسرعة بسرعة نجمع كل السيدات اللي هون، بسرعة بسرعة جمع جمع جمع. كويس كويس، وضعنا جدا حلو، جمع 16، لازم نجمع أقل شيء 32 حبة، 32 حبة لازم نجمع بسرعة بسرعة. كويس، جمع 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 جمع، ايش وقت؟ جمع قبل ما يجي الليل، جمع. تمام جمعنا هيك، كويس والله كمية جدا حلوة، صرت مجمع 25 حبة. كويس كويس، خلينا نكمل خلينا نكمل خلينا نكمل، لازم يطلع لنا أكثر من هيك أصلا من الأرض. كويس كويس، 29، طلعنا حبتين بسرعة، حبتين خلاص هيك 33، هيك جمعنا العدد المطلوب. فمباشرة خلينا نروح نلو على أكلنا، أكلنا هنا كويس. تمام، نحط هنا حبة اللحمة اللي انعملت هاي، ومباشرة نبلش ناكل، سد الجوع اللي عندنا، وهيك سدينا الجوع اللي عندنا. فمباشرة ندور لنا على قرية أو ننزل لنا رحلة كهفية. يلا كويس هيك، تمام صار معنا هنا 7 حبات، وهنا من هاي 7 حبات 6 حبات. فمباشرة مباشرة نكسب الأفران هدول، لأنه خلص. يلا تمام كويس هيك، أخذتهم. الدنيا قربت تليل، فهسه شوف شو بنقدر نعمل هنا، في هنا كهف. أوه كهف مباشرة، طب خلينا نعمل لنا شوية استكات هنا، ونعمل لنا شوية شمع. تمام، 8 16، اوكي 32 حبة جن، نحطهم هنا على ايدنا، ومباشرة نمشي هنا. بس احنا اول شيء بدنا يكون معنا السيف، عشان لو اجى علينا يعني وحش نقدر نقتله. اوه زي هذا، اخوي زي هذولا. يلا افقع افقع افقع، ايوه كويس 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 كويس، اخوت هيك قتلنا يعني وشوية وحوش. تمام، في شي هنا في وحوش، ولا انه الكريبر خرب المكان؟ اتوقع الكريبر خرب المكان. خلينا نيجي هنا ونيجي هنا، نفس الموضوع. يلا افقع 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 افقع، ساعدني. اوكي يلا مو مو موت، ايوه هيك خلصنا منك، هيك في عندنا شوية ايرون نقدر نستفيد منه. وبرضه نيجي هنا، والله كويس كويس موضوعنا،
قاعدين بنلاقي موارد بكمية كبيرة. اوه في زومبي لسه. اوكي شكله في تكملة للكهف، بس ابصر وين. خلينا نجمع لنا الكوبر هذا، بعدين نجمع لنا هنا شوية الفحم هذولا. كأني برضه لمحت شوية ايرون، فلازم نجمع الايرون كمان، لانه هيك بالمرة نظبط حالنا ونظبط وضعنا في الرحلة الكهفية البسيطة هاي. فبسم الله ناخذ لنا هنا شوية الفحم. يلا يلا ريت خذ الفحم، تتسرعش وانت بتاخده بسرعة. خذ الفحم، خذ الفحم اللي هونا والفحم اللي هونا والفحم اللي هونا. كويس والله وضعنا جدا طيب يعني. ناخذ هنا، ناخذ هاي الاغراض. يلا بسرعة خذ الفحمات هذول. كويس كويس. إيه بعدين بناخذ احنا، بس هناخذ مباشرة الايرون عشان نقدر نستفيد منه ونعمل لنا اغراض من الحديد. تمام، لانه خلص يعني راح نترك العصب الحجري يعني وراح نودعه، فللاسف يا العصب الحجري راح نخلص منك ونتطور اسرع واسرع. إيه خلينا نطلع فوق، كاني برضه لمحت ايرون. يلا بسرعة بس حبة. طب كان كثرت لك حبتين يعني، يعني ليش البخل؟ مش عارف ليش بصراحة. شوف في هيك اشي هيك حوالينا نقدر ناخده. لا 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 ما في اشي هنا، ما في اشي هنا. اوه في اشي هون. لا لا ما في. شو هذا اللي وقع؟ اه البيكاكس. طب خلينا ناخذ البيكاكس والجو ليل مباشرة. خلينا نحط لنا السرير تبعنا، السرير تبعنا هنا نحطه ومباشرة ننام عليه، وهيك راح ننام اول ليلة في العالم تبعنا. تمام يا رب. يلا يلا هيك صحيت. يلا مباشرة اكسر السرير. يلا مباشرة خلينا نطلع فوق، فيش اشي ناخذه يعني. اخذنا كل شيء تقريبا من هذا المكان، ونكسر البلوك هاي ونطلع نشوف شو فيه هنا. او خلينا نكسر لنا، ولا خلينا ننزل لنا كمان رحلة كهفية بسيطة، لاني حاسس انه الموضوع يعني قليل وهيك. او في قرية، والله وضعي جدا حلو. في كمان خروف. كويس موت انت يا الخروف، موت انت يا الخروف. كويس كويس كويس، والله وضعي كويس. موت انت يا الخروف. تمام. في هنا مزرعة، بس انه غريب انه طالعين شغلتين من المزرعة طالعات والباقي مش طالع لسه، يعني مش مستوي. هيك صح لنا هنا اكل يعني كثير، كمية كبيرة من القمح. فمباشرة خلينا ناخذ هذا القمح. يلا يا ليت خذ. يا الله والله يعني مش متوقعة، صدقوني مش متوقعة، مش متوقعة هاي الحبكة. انا والله ما توقعتها، ما توقعت يكون هنا ورا يعني كرييتيف بصراحة. الكريبر هذا كرييتيف، عنده أفكار جدا جميلة يعني بصراحة. جالك بطريقة غير متوقعة بالمرة، يعني أي حدا مكاني كان انفجر فيه الكريبر بصراحة. فالكريبر هذا مش طبيعي الكريبر. يلا بسم الله نجمع هنا بلوكات القمح هذولا. يلا نيجي هيك نجمع هذول اللي هنا، ضل هاي المجموعة نجمعها. برضو في يعني بالقرية شوية شغلات زي الصناديق ونتقايد مع القرويين وهيك اشي. هذول البيتين لا شو بدنا فيهن، بدنا البيوت اللي بكون فيها صناديق وشغلات مهمة. ايوه هذاك البيت جواته صندوق مبين من شكله، يعني بكون جواته بابين يعني وهيك. تمام نيجي نفتح. يا رب يطلع لنا، اوه طلع لنا انا حبة ايميرولد، طلع لنا شوية خبز، 10 خبزات، طلع لنا 4 تفاحات، 3 حبات بطاطا، حبتين يعني نقدر نزرع خشب. ناخذ التشيست، التشيست مفيد لنا. تمام نكسر لنا هنا السرير. السرير فيش مجال ناخذه، نكب الوردة هاي مش راح نستفيد منها بصراحة. ونيجي هنا نشوف شو بنقدر ناخذ. ناخذ هذا، ناخذ القش هذا او القمح. يلا كويس كويس وضعنا هناك، قاعدين بنجيب اكل كميات مش طبيعية. بس خلينا نشوف لنا قرى ونقدر نتقايد معاه. دول القويين كلهم متقايدش معاهم، طيب ليش؟ بدنا قروي نقدر نتقايد معاه. هذا البيت فيش فيه صندوق. طب قبي هيك خلصت ولا في لسه كمان يعني نقدر نروح اجزاء من القبي؟ اوه هي القروي المزارع، شو نقدر نستفيد منه؟ تعال تعال. والله الشغلات هاي مش عندي كلها يعني، تقريبا بطاطا عندي يعني اخذت بس حبتين ولا هيك، قليل جدا. فراح نحاول لك نزلنا رحلة كهفية، فخلينا نشوف انا، او خلينا ننهي الحلقة لانه لسه يعني انا داخل قرية وهيك. فخلينا ننهي الحلقة لهنا. يلا بسم الله ناكلنا هاي الاكلة. تمام فالى هنا يا جماعة وصلنا نهاية هذا الفيديو، اتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وحتكون هاي زي ما قلت لكم الحلقة الاولى، ويعني وفيها عملنا كتير شغلات، نزلنا الكهف وجمعنا خشب وجمعنا شوية موارد بسيطة. وبس كان معكم ليف جيمينج 0000، ومع السلامة.